السلام عليكم. اليوم ان شاء الله باذن الله نحضروا مع بعضياتنا الحامض مصير كما وعدتكم في الطواجن ديال الشيفوره. كما كتشوفوا هذا الحامض مصير كيجينا زوين ومعلك وكيبقى مده طويله، وكل ما بقى كثر كل ما تزيد يتعلق وكيولي معسل مزيان كما كتشوفوا في الصوره. هنايا في المكونات ديالو، مكونات اللي هي بسيطه جدا جدا جدا، كل واحد ياخذ الكميه اللي بغى. انا ما نقدرش نقول لكم بالضبط شحال. انا هنايا خديت 2 كيلو ديال الحامض، خديت 2 باكيات ديال الملحه، وخديت نص كاس ديال الزيت روميه كما كتشوفوا عندي هنايا في الصوره. هاد الحوامض اللي خديت، خديت الحامض البلدي، كنحيد ليه داك الرويس الفوقاني اللي كيكون عندنا فيه، وهكا كنقطعو على 4، ولكن ما كنقطعوش حتى الاخر، يعني بحال غير كنقول كما كنقولوا حنايا كنفلحوه، غير كنفلحوه كما كتشوفوا في الصوره. يعني كيتبقى لينا الحامضه مجموعه، غير هي كتقسم على 4 وكنحلوها بهذه الطريقه عادي. كنديروا ديك الكميه ديال الحامض كامل اللي عندنا، كنقردوها بنفس الطريقه كما كتشوفوا، خليكم مع الصور كتشرح نفسها. وفي هذه الاثناء هذه كنشدوا واحد الحامضه ونعصروها، تقريبا نعصروا نصف واحد الكاس ديال الحامض، ولكن هذوك اللي عصرنا منهم ما هرميوهمش حتى هما، نديروهم مع الحامض ديالنا اللي نعلكوه كما كتشوفوا في الصوره. نزيدو نطحنوا واحد الكميه الحامض مزيان حتى يمتلئ لينا الكاس ديالنا حتى الفوق ديالو. خليكم معايا. ها هو الحامض ديالنا، ملئ لينا هذاك الكويس كامل في هذه الاثناء هذه. نكملوا ديك الكميه ديال الحامض كامله بالتفلاح ديالها، نقطعوها كامله بنفس الطريقه، ما نتوقفوش على العمل ديالنا. Your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. ها نتوما في هاد الأثناء هادي ديك الكمية الحامض ديالنا كاملة اللي قسمنا، وكذلك هادوك القشيرات اللي طحنا نعمرهم بالملحة مزيان. ما تخافوش من هاد الملحة هادي نهائيا، نكونوا عقمنا واحد القريعه ديال الزاج ولا البلاستيك على حسب المتوفر، هو من الاحسن ديال الزاج. نكونوا عقمناها مزيان دناها في الماء سخون وغسلناها مزيان ومسحناها. نبقى نعمر هذوك الحوامضات ديالي بالملحه مزيان في الوسط ديالهم، ونعمر ديك القريعه وانا كندكسها باش هكا تزدحم ليا مزيان الحوامض ديالي. وكذلك هذوك القشرات اللي طحناهم اللي بقاو لينا هما اللي كنغلقوا بهم هذوك الحوامض ديالنا، كنعمرهم بالملح مزيان وكنغرقوا بهم من داك الحوامض ديالنا. كما كتشوفوا الحامض ديالنا راه بدا كيطلق الماء ديالو، وهذيك الملح وهذيك الملحه هنايا نزيدوا له واحد نص الكميه ديال داك الحامض اللي طحنا. وكنكونوا كان هاد الوقيته هذه درنا واحد الماء اللي هو سخون طايب مزيان، كنديروا في البوطه، وهنايا نبقاو نضيفوا هذاك الكميه ديال الماء حتى يوصل لنا النصف ديال
الاناء اللي معمرين به الحامض. انا هنايا ما درت كميه الحامض كامله، غنفرقهم على بزاف ديال الاولاد. كما كتشوفوا عمرنا النص ديالو، وفي هاد الاثناء هادي غنديروا الفوق واحد المعلقه ديال الزيت روميه باش هكا ما تاكسدش لينا داك الحامض، ما نغملش لينا كما كنقولوا حنايا بالدارجه، ونسدو عليه ونقفلو عليه ونخليه واحد المده ديال 15 يوم في واحد المكان مظلم اولا شهر. كل ما بقى اكثر كل ما كيولي احسن ورائع اكثر وكيزيد يتعلق لينا اكثر. مهم نكمل معكم الكميه كامله كما كتشوفوا في الصوره، وفي كل مره كنديرها في قرعه الدجاج اللي معقمين. خليكم مع الصور. نديرو هذاك الحامض اللي عصرنا زائد هذاك الماء، وكنقفلو بديك الحويضه اللي كنكونو درنا والزيت من الفوق، وكنسدو عليها. وما عندكم مناش خافو، كيف ما كتشوفوا عطاتني هذه الكميه هذه اللي كتشوفوا في الصوره ديالنا. هنايا عندي 4 ديال القريعات، كيجي هكا معسل ورائع. انا هاد الحويضه هذه هي اللي بقات ليا من الاخير ديال الحوامض اللي عندي. شو لاصوص ديالها كي كتكون معسله وزوينه، هذه دازت عليها تقريبا واحد المده ديال شهر. ومرحبا بكم في القناه.